بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا في القسم الرياضي. النهارده طبعا خبر عقوبات النادي المصري والنادي الاهلي هي المسيطره على الساحه الرياضيه. في ردود فعل غاضبه فعلى على الجانبين سواء في النادي الاهلي او في النادي المصري. بالنسبه للنادي الاهلي طبعا لعيبه الفريق في اثيوبيا حاليا لمواجهه البن الاثيوبي بكره ان شاء الله. في طبعا غضب كبير جدا وصدمه بين لعيبه النادي الاهلي، حاله نفسيه سيئه جدا للغايه بسبب العقوبات اللي هم شايفين ان العقوبات المصري اللي اتفرضت على المصري وهي تجميد النادي المصري موسمين منهم الموسم الحالي يبقى يعتبر التجميد موسم فقط بالاضافه الى ايقاف استاد بورسعيد 3 مواسم، شايفين انها عقوبه مخففه جدا، يعني عقوبه كانت عقوبات اغلظ من كده بالنسبه للاحداث اللي حصلت. هم شايفين ان الناس ماتت، ايه العقوبه الاغلظ من كده ممكن تتعمل؟ يعني الناس ماتت، ايه الحادث اللي ممكن يحصل اكتر من كده؟ فشايفين عقوبه النادي المصري عقوبات مخففه جدا، بالاضافه ان طبعا الدهشه من عقوبات النادي الاهلي في 4 مباريات للنادي الاهلي بدون جمهور، وهم عايزين يعرفوا المبرر ايه بدون جمهور ليه والاسباب اللي عدت ان اتحاد الكره يعاقب النادي الاهلي للعب 4 مباريات بدون جمهور، بالاضافه لايقاف حسام غالي 4 مباريات ومانويل جوزيه 4 مباريات. طبعا ردود الفعل مختلفة. في بورسعيد طبعا شايفين احداث مؤسفة طبعا واعتراضات على القرار، على سن القرار طبعا كان عندهم يعني كان عندهم نيه كبيره جدا ووعود من مجلس الشعب واعضاء مجلس الشعب في بورسعيد ان هم ما فيش عقوبات على المصري وما فيش تجميد، ولكن فوجئوا بالقرار. طبعا هم اعتبروا انه مفاجاه بالنسبه لهم، اعتبروا القرار مغلظ. وفي المقابل النادي الاهلي هيلجا للفيفا، النادي الاهلي هيلجا للفيفا عشان يرفع طبعا الشكوى النادي المصري، وطبعا في احتمالات كبيره جدا ان يكون الحكم للفيفا بعقوبات مغلظه على النادي المصري حسب لوائح الاتحاد الدولي.